مرحبا بكم مستمعينا الكل. سمعنا صوت حمزة نميرة فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة. أنا مش نمشي لحتة بعيدة، نبقى ديما على نفس الموجات، موجات الإذاعة الوطنية التونسية 8 و4. على موجاتنا ضيف الماتينال اليوم، ضيفتنا سعداء باستقبالها، هي الدكتورة بثينة زناد، منسقة وطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، هي المسؤولة على التحسيس والتوعية في المركز. دكتورة بثينة كانت ضيفة معنا في يوم سعيد نهار السبت 19 أكتوبر، بما أنه اليوم العالمي للتحسيس بأهمية زرع الأعضاء كان نهار 17 أكتوبر، وفي تونس نحن احتفلنا به وأحييناه نهار 19. اليوم رجعنا استضفناها لأن حبينا نعرفوا شنو صار في المدة هذه اللي فاتت، هل أنهم وصلوا للأهداف اللي حطوها من الأول، المركز هذا وأهميته، الحكايات الإنسانية اللي وراء التبرع بالأعضاء. تصور أهمية أنك تعطي حياة الإنسان مازال محتاج أنه يعيش، معناه محتاج العضو، وقت اللي عندك عبد عزيز عليك يفارق الحياة نحو عالم آخر. يعني الحكاية فيها برشا أبعاد وعميقة جدا، وكل مرة كي نحكي على الموضوع أنا يعني يمسني برشا، لأنه في برشا حكايات متاع حياة وموت وحاجات حساسة جدا. نمشي للدكتورة نقول لها يومك سعيد. مرحبا صباح الخير ومرحبا بكل المستمعين، وإن شاء الله نهاركم زين. نهارك أسعد الأيام، شكرا على قبول دعوتنا. ننطلق بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. المركز هذا يمتعنا قديش عمره، أهميته، أهمية وجوده في بلادنا اليوم. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء هو مؤسسة عمومية أنشئ حسب القانون 95-49. القانون هذا حط مهام عديدة للمركز باش يقوم بها. المهام هي تنسيق عملية أخذ وزرع الأعضاء من اللي تبدأ الإعلام بالموت الدماغي لنيوصل في الزيتاب الكلهم لنيوصل في الأخر إسناد الأعضاء. هذه بعدها عنا سجل مركزي زي ده كيف من المهام متاعنا، مسك السجل هذايا اللي يقيدوا فيه المرضى اللي يستحقوا زرع عضو، يتقيدوا سلام معناها ان اوردر دو بريوريتي، ديما نكونوا نعملوا فيه تحيين. كيف المهمه نتاعنا هو اسناد الاعضاء وقت اللي يصير اخذ اعضاء. المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء هو الوحيد المؤهل باش يعطي الاعضاء لشكون يستحقها، موش انسان معناها في المركز اللي يقرر، سي ان لوجيسيال. احنا مهمتنا ندخلوا المعطيات نتاع الانسان المتوفي، واللوجيسيال هو اللي باش يخرج لنا شكون هم المرضى اللي مقيدين في قائمة الانتظار اللي عندهم أولوية النهار هذاك باش ياخذوا حسب التطابق مع الإنسان اللي توفى. وبيان سور المهام الأخرى متاعنا هي حث المواطنين على التبرع بالأعضاء بحملة التحسيس. أنا نحب ندخل معك للسجل الوطني هذايا، شنو هو فيه؟ قديش من ناس تنتظر؟ شكون الناس اللي عندهم الأولوية اليوم أنهم ياخذوا؟ أعمارهم، فئتهم، وين موجودين؟ على كم تراب الجمهورية ولا على مستوى العاصمة وتونس الكبرى؟ ثم في المقابل التوينسة اللي قروا يعطيه الحياة، يهديه الحياة في حالة وفاتهم بعد عمر طويل. ساعه باش نقول لك اللي على كامل التراب التونسي، خاطر سي ان ريجستر ناسيونال، التوانسه الكل يتقيدوا فيه من مهما مستشفى، طبيبهم اللي لاهي بهم في المرض نتاعهم هو اللي يقيدهم، ودونك سي على شان ناسيونال. هذايا بالنسبه للتوانسه الكل اللي يستحقوا الاعضاء. بالنسبه للمرضى اللي تستنى، نجم نقول لك بالنسبه للكلى ثم ان ليز داتونت طويله برشا، علاش؟ خاطر بالنسبه للكلى ثم وسيله علاجيه اخرى بخلف زرع الاعضاء اللي هي الدياليز، والناس الكل نعرفوا صعوبات الدياليز ومشاكل الدياليز، لكن المرضى ينجموا يقعدوا يستناو عام عامين، ثم اللي يستناو حتى 10 سنين و15 سنه، ثم اللي للاسف يتوفى وما يجيهمش عضو على خاطر الأعضاء مش موجودة بكثرة. لكن بالنسبة للقلب والكبد ما فماش وسيلة علاجية أخرى. الوسيلة الأولوية اليوم هي القلب والكبد، لا، هما الأعضاء كلهم، كل مريض عنده الحق، لكن مرضى الدياليز يقعدوا يستناو في قائمة الانتظار في الدياليز. يعني نقصد العاجل جدا هو القلب والكبد. إذا كان ما فماش عضو راهم باش يتوفاو، ما فماش قائمة انتظار طويلة. فما حسب تقريب 50-60 مريض في السنة يلزمهم يزرعوا قلب ولا كبد، إذا كان ما يزرعوش وما يتوفاو ويجيوا مرضى آخرين، يعني سويت. كبار ولا صغار؟ بالنسبة لتونس فما كبار فما صغار فما ناس كل، لكن في قائمة الانتظار فما ان سكور كي يكالكولي شكون قبل شكون. السكور هذاك ياخذ بعين الاعتبار برشا حاجات، اللي هما العمر،
الانسان اللي عمره 5 سنين باش ياخذ دي بوان اكثر من اللي عمره 60 سنه. لكن زادا ياخذ بعين الاعتبار الاقدميه في الدياليز، الانسان اللي عنده يعمل برشا في الدياليز ياخذ دي بوان اكثر من اللي مازال كيدخل الدياليز. سي ان سكور فيه برشا معطيات حسب الحاله الصحيه، حسب المناعه نتاعك المريض هذاك، برشا معطيات يدخلوا في السكور وهما يخرجوا لا بريوريتي لشكون ياخذ قبل شكون. دونك فما فئات العمريه الكل موجوده في قائمه الانتظار. في المقابل قديش من تونسي اليوم سجلوا؟ هل انه انتم من خلال التظاهرات الكبرى اللي قمتوا بها خاصه نهار 19 اكتوبر حققتوا الاهداف نتاعكم؟ بالنسبه للتوانسه اللي مقيدين يحبوا يتبرعوا بالاعضاء نتاعهم نجموا نعرفوهم كان عن طريق بطاقه التعريف نتاعهم، على خاطر القانون التونسي القانون 99-18 اعطى فرصه للمواطن باش يقرر انه يتوفى انه يتبرع بالاعضاء نتاعو من بعد ما يتوفى، معناها هو ياخذ القرار ما يخلي حد يقرر في بلاصتو. دونك احنا نعرفوا عدد المواطنين اللي مقيدين كلمه متبرع على بطاقه التعريف نتاعهم. في 2021 كانوا 13000 واحد، في 2024 وصلوا 15000 مواطن قايد كلمه متبرع على بطاقه التعريف. هذا يدل التوانسه الكل بداوا يتحسنوا، بداوا يتثقفوا، بداوا يظهروا في الجانب الانساني نتاعهم. هما راهو الانسان ما كانش يحب يقول لا تو سامبلومون باش يقول لا، اما لكن كان ما يعرفش اللي فما قانون، اللي فما ضمانات طبيه وقانونيه باش تخلي الانسان يتبرع. دوما المواطنين يعرفوا الشيء هذايا يوليوا يمشيوا للطريقه نتاع باش يحطوا متبرع على بطاقه التعريف. فما برشا جوانب انسانيه اللي في يوم 19 و20 قمنا باحتفالات في ولايه صفاقس السنه لليوم العالمي والوطني للتبرع بالاعضاء. الشرطه الفنيه والعلميه كانوا حاضرين معنا كما العوامل الكل، كما كل ولايه يمشيوا معنا. المره هذه عملنا ان ريكور، فرحانين المواطنين التوانسه في صفاقس. الشرطه الفنيه امكنوا باش 92 مواطن يكتبوا كلمه متبرع في بطاقه التعريف نتاعهم في ظرف نهاري. ونذكر نهارتها اكيد الناس اللي يسمعوا فينا ديما معناها مستمعينا الاوفياء تابعوا اللقاء مع الدكتوره، كانت تحدثت اللي يمشي يبدل بطاقته ولا اللي يمشي يطلع بطاقه في بلاصه يمشي للمركز القريب ليه وكل نجم يعملها على عين المكان. الجانب الديني كان حاضر بما انه الناس تحب تفهم دينيا التبرع بالاعضاء يجوز لا يجوز، في اجر شنو اهميته في ديننا وغيره، وكانت فما برشا معناها تظاهرات في تظاهره واحده وكانت تظاهره ناجحه. التظاهره هذه ناجحه دل اللي كونوا الناس ثقافه التبرع بالاعضاء ولات موجوده في التونسي. الناس الكل جاو لبسوا تيشيرت لا كولور فيرت نتاع دون دورغان، حضروا وجراو اللي نسالوهم كيما الميكرو تروتوار عملنا صغير، علاه جيت باش نجري نشجع التبرع بالاعضاء. كانوا معنا موجودين مرضى مطلقين اعضاء، كانت معنا مريضه تعمل في الدياليز مشات في الان كيلومتر وطلبت من المواطنين راني في قائمه الانتظار، راني الانتظار طويل برشا، ماذا بينا. برشا مرضى كانوا يعملوا في الدياليز جاو مشاو معنا. لكن ثم زاد مرضى خذوا اعضاء، ثم شكون زرع قلب مشى في 5 كيلومتر وخذ ميداي، شكون زرع كبد زاد كيف جرى في 10 كيلومتر وخذ ميداي، شكون ماخذ كلوه. دونك احنا نحبوا نقولوا للمواطنين وهما بيدهم قالوا شكروا الساعه العائلات اللي عطاوا الموافقه، على خاطر مش ساهل انسان في وقت غسره وقت يموت لك انسان في ممكنش منتظر باش يتوفى والعائله تعطي الموافقه. وزاد كيف ترحموا على المواطنين اللي الوفاه نتاعهم، رغم اللي العائله حزينه على كل وفاه هذاك عطات الفرحه لعائله اخرى، امكنوا باش يعيشوا 4 عباد بكل الاعضاء تاع الانسان الواحد اللي توفى. توليات يقابل اللي خذا عائله اللي عطى المتبرع يقابلوا الشخص اللي خذا العضو. تونس صغيره راهو ساعات يفتنوا ببعضهم، لكن احنا بالقانون ما عندناش الحق نقولوا شكون خذا وما عندناش الحق نقولوا من عند شكون خذا العضو، باش نتفاداو المعاملات اللي يقول لك شونتاج انا عطيتك انت عطيني. وحتى اما ساعات ما تجيكمش حالات مثلا نتصور انا بابا الله يرحمه كان اعطينا عضو من اعضائه، اكيد انا نحب نشوف شكون اللي خذا قلب بابا ولا كلوه ولا غيره، لانه معناه مش تتولد علاقه نتاع محبه ما بين اللي عطاه واللي خذاه، وكانك تشوف العبد اللي عزيز عليك في الشخص هذاك المتلقي واللي مازال حي. القانون معناها يحمي عائله المتبرع ويحمي المتلقي. دونك هذايا للقانون، فمش كان العائلات ما يعرفوش، هو الطبيب الجراح
اللي ينحي العضو، والطبيب اللي يزرع العضو ما يعرفش اسم شكون اللي يعطى. معناها الاسم يقعد كان عندنا احنا في المركز الوطني للهوض بزرع الاعضاء، هذا حمايه للي يخضى وللي يعطى، نحميهم. وكيف كيف باش ما تصيرش معناها تجاوزات، دونك نطبقوا القانون. نختموا معاك بالتقدم الطبي التونسي بالكفاءات نتاعنا التونسيه. اليوم عمليات زرع الاعضاء وين وصلت، وين تنجم توصل معناها بكفاءاتنا التونسيه؟ الوغ كفاءات التونسيه موجوده، رانا بدينا من 1948 نعملوا في زراعه القرنيه في عهد البيات، وفي 1986 عملنا اول زراعه كلى من عند متوفي دماغين ومن عند الحي. في 1993 أول زراعة قلب، في 1998 أول زراعة كبد. معناها الكفاءات في تونس موجودة الحمد لله دوبي تري لونتون، لكن العاجز الكبير هو الأعضاء. معناها كفاءات موجودة ما غير أعضاء ما غير متبرعين ما نجموش نقدموا. علاش احنا نشجعوا المواطنين باش يبروا على الموقف نتاعهم، يا إما نحب نتبرع كي نتوفى، يا اما تكتب على بطاقه تعريف، ولا تو سامبلومون يحكي لعائلته يقول انا كي نتوفى نحب نعطي، والا حتى كان ما يحبش يقول ما يسالش. ثم ناس ما هما اقليه ولا وراهو الاكثريه العباد اذا كان يعرفوا كيفاش الضمانات يوليوا يوافقوا. ضمانات ذكر بهم يسالش وخلي الناس. ثم ناس يقول لك انا كي نكتب كلمه متبرع على بطاقه التعريف نتاعي بلكشي كي نموت في اكسيدون في الشارع ما يسعفونيش خاطرني متبرع باش ياخذوا لي الاعضاء نتاعي. نحب نقول للمواطنين اللي ثم ضمانات طبيه وقانونيه. الموت الدماغي ينجم يكون موجود كان في قسم انعاش في مستشفى عنده ترخيص من عند وزاره الصحه. معناها الناس هذوما اللي يتوفوا دماغيا يلزمهم يكونوا تحت التنفس الاصطناعي في قسم عنده ترخيص لاخذ الاعضاء. دونك ما يصيرش في الشارع. وحاجه اخرى، الموت الدماغي اذا كان الانسان وصل للقلب نتاعو وقف، الموت الدماغي موجود لكن القلب مازال يدق بالدويات في قسم الانعاش والرواري يتنفسوا بالتنفس الاصطناعي. اذا كان ما فماش معناها وسيله تخليهم يدقوا ما عادش صالحه للزرع. معناها العائلات اللي يقولوا هبطوه للمرج ونحاولوا الاعضاء نتاعو راهو غلط، الاعضاء ماهيش صالحه للزرع ما نجموش ناخذوها. والعائلات اللي يقولوا بلك شي ما ماتش وهما خذاو الاعضاء نتاعو، القانون التونسي يقول اللي ثم فحوصات سريريه يلزمك تشوفهم بالوحده موجوده ولا لا. هذوما ما نجموش نشوفوهم الا في قسم الانعاش، خاطر عندنا علامات ما نجموش نشوفوهم في الشارع، ما نجموش نشوفوهم في دار المواطن. اون بليس القانون التونسي يزيد ياكد اللي الفحوصات السريريه وحدها ماهيش كافيه، اذا كان قلنا انسان عنده موت دماغي سريري، ثم فحوصات تكميليه اجباري باش نعملوها اللي هما يا اما لونجو سكانير سيريبرال اللي باش يوري اللي الدوره الدمويه في المخ وقفت، والا التخطيط عن الدماغ. هذوما واحد من هذوما لازم يكون موجود، مش موجود ما نجمش ونحكيو على موت دماغي. كيف السيرتيفيكا دو مور انسيفاليك مش طبيب واحد يصحح كيما في الموت العاديه، لازم زوز اطباء استشفائيين ما يكونوش من الفريق اللي ياخذ والا اللي يزرع. معناها ثم ضمانات تخلينا نتاكدوا اللي الانسان مات دماغيا مات، واللي الاعضاء ماهيش باش تتعطى بالمعارف، والانسان هذاك راهو ما فماش رجوعه للحياه بعد الموت الدماغي. خلي كلمه الختام ليك دكتوره مشكوره من المنسقه الوطنيه بالمركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء، شنو تقول للتوانسه اليوم؟ نقول ان شاء الله ما يمرض حتى حد، ان شاء الله ربي يخلي الناس كل لاباس. التقصي مهم ياسر، يتفقدوا رواحهم العباد، يشوفوا السكر، يشوفوا ضغط الدم. دايوغ احنا وين نعملوا حملات تحسيسيه، خاطر الامراض هذوما يؤديوا القصور الكلوي النهائي، والعباد ساعات ما يفتنوش برواحهم، ونقا وبرشا عباد ما في بالهمش برواحهم. دونك يا توانسه ردوا بالكم على رواحكم، اعملوا التقصي، ونقول لكم ان شاء الله التونسي للتونسي رحمه، وان شاء الله كل انسان يستحق يلقى شكون يتبرع له. ربي يطول في اعماركم انتم مستمعينا الكل، ربي يحميكم، ان شاء الله صحه دائمه لكم. الناس اللي على قائمه الانتظار تستنى، تحب تعيش تستنى في كلوه، في قلب، في هذوما اللي اكثر حاجات الكبده القلب والكلى في تونس، هذوكم هما اللي نعملوهم دارجه. ان شاء الله تلقاو المتبرع، تلقاو العضو، وتكملوا تعيشوا تكون حياتكم كلها سعاده. الناس اللي تسمع فينا الكل مشكوره جدا دكتوره بثينه زناد، اهلا وسهلا بيك، ان شاء الله يومك اسعد ليا. ميرسي، يعطيك الصحه.